خطاب صيدلي من إسماعيلية وخال المتوفي. الواقعة هتتلخص في كلمتين. الضابط اللي دخل الصيدلية دخل بدون أي تسريح نيابة أو أي حد من الزملاء بتوع تفتيش الصيدلية، إذن دخوله الأجزخانة خطأ. تاني حاجة، حتى لو من حقه يخش الأجزخانة، مد إيده على الصيدلي خطأ. طيب لما يمد إيده على الأجزخانة على الصيدلي في الأجزخانة، طب لما يتنقل عنده في الاسم هيعمل إيه؟ في تسجيلات بتأكد عكس اللي قاله مديرية الأمن. هو جاي بصفة شخصية، القيادات بتاعته ما تعرفش اللي هو نازل المنطقة، القيادات بتاعته فوجئت باللي قاله، وهو بلغ القيادات بتاعته معلومات خطأ باللي هو ماسكه متلبس وفي ثلاثة بيشتروا منه 5 شرايط. طب فين الشرايط وفين الحرز وفين المحضر اللي اتعمل؟ أي بني آدم هيحط نفسه مطرحي في ابنه أو في أخوه أو حد يهمه، هو يقول احنا عاوزين ايه؟ عاوزين حق الدم العيلين اللي تيتموا، في نفس الوقت ما نتلاشى اللي هو يقرر هذا الكلام تاني مع أجزخانة أو 2 أو 3. هيقول بقى متهم ليه قضايا قبل كده، ملوش قضايا قبل كده، دي مش فارقة معانا. انت من حقك تنفذ أحكام، من حقك تمسك المتهم توديه للعدالة، لكن تضربه لا. معاك إذن نيابة؟ ما معاكش إذن نيابة ما تعتبش.